يطوف بك الجمال في ربوع عمان ووديانها، في أجوائها وروابيها صوب نخيلها وأفلاجها. وكلما مررت بواحة آثر لبك ما حوت من خيرات وكنوز، فقد حباها الله أنعما كثيرة. في ذلك التكوين البيئي الجميل يقف بنا المطاف عند إزكيك، يتبعها 30 بلدة وقرية، منها النزار وسدي والسياحي وشافع والسليمي والظاهر والعلم، بينما يسكنها حوالي 30,000 نسمة. لقد نالت الولاية مظاهر شتى من التحديث والعصرنة والبناء في ظل القيادة العمانية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. الحديث عن إزكي هو حديث بالضرورة عن موقعها الاستراتيجي، إذ تحيط بها ولاية عمان الداخل من كل ناحية، سمائل ومنح من الشمال والجنوب، المضيب ونزوى من الشرق والغرب. كما تعتبر الولاية بمرور الخطين الرئيسيين لأنبوبي النفط والغاز الطبيعي بها حارسا داخل حدودها لهذين الشريانين الاقتصاديين المهمين. يزيد في ذلك الوضع المهم كون الولاية نقطة التقاء للطرق الرئيسية، إذ تقع على الطريق العام مسقط نزوى صلالة على مسافة 140 كيلومترا عن العاصمة، كما أنها بالتقائها بالطريق الجديد إزكي المضيبي تعتبر نقطة وصل بين مناطق السلطنة المختلفة. إن شبكة الطرق العصرية في البلاد هي علامة من علاماتها الحضارية.
في إزك الكثير من دور العبادة القديمة والمساجد التي تم بناؤها حديثا ومدارس القرآن الكريم، وهي سمة تشترك فيها كل الولايات العمانية. فالصلاة وتعليم القرآن الكريم هما لازمتان للنشء منذ نعومة أظافره ويلقيان تشجيعا مستمرا. لقد تغلغل التعليم العصري بالولاية وشيدت 10 مدارس حديثة تزخر بالحركة العلمية صباح مساء بمختلف المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، تضم بين جنباتها ما يقارب من 5000 طالب وطالبة. وتوفرت الكوادر التعليمية من مختلف التخصصات، كما توفرت أدوات الدرس والتحصيل، وانغمس الطلاب ينهلون من نهر المعرفة الذي لا ينضب. الحسن بن هيثم المغريطي، روبرت بويل أفندم، لا فوزير. هكذا تلقى الفتاة التي انخرطت في سلك الدراسة كل أشكال الرعاية والعناية صحيا ونفسيا، كي لا تكون عملية تعليمها مجرد عمل شكلي بل حقيقة فعلية من أجل مجتمع عليها أن تقوم فيه بجهد كبير إلى جانب الرجل في مسيرة التنمية. على هذا الأساس كانت التوجيهات السامية بالاهتمام الكبير بالفتاة. وتأتي الصحة لتكمل مسيرة التعليم من أجل بناء جيل متكامل في إدراكه وصحته، من منطلق أن العقل السليم في الجسم السليم. يطلع بهذه المهمة مستشفى إسكي بالتعاون مع الوحدات الصحية والعيادات بقرى الولاية، وبذلك وصلت الخدمات الصحية للمواطنين في منطقته مهما ناءت المسافات. لقد استلزمت عملية إحداث عصرانة إسكي وصول مرفق الكهرباء إليها، ذلك الشريان الحيوي لكل مجالات التنمية. لذا أنشئت بالولاية محطة كهرباء رئيسية لتغذية مدنها وقراها بالطاقة الكهربائية. واستهدف التخطيط الحكيم لجلالة السلطان المعظم بألا يقتصر ذلك التطور الكبير في مجال توليد الكهرباء واستخداماتها على منطقة العاصمة، بل ينبغي أن يمتد ويشمل سائر مناطق السلطنة. وإن محطة كهرباء إزكي هي واحدة من 22 محطة كهرباء موزعة بين الولايات. وشملت الأبعاد المتعددة للتنمية ولاية إزكي، ونفذت بها خطط الإسكان الاجتماعي. فأقيم في مشروع الوحدات السكنية الأول بالولاية 40 مسكنا اجتماعيا تم توزيعها على المواطنين. كما وضحت مظاهر التطور في الولاية من خلال الوحدات السكنية الحديثة التي أقامها الأهالي بفضل ما نعم به في ظل النهضة العمانية المباركة. وها هي إسكي الآن تنعم بكل أسباب التحديث. لقد تم ربطها بمختلف مناطق السلطنة وبالعالم عن طريق المايكروويف كأرقى أشكال الاتصال المعاصر، وتم تغطيتها مثل الولايات الأخرى بالبث الإذاعي والتلفزيوني، وتوفرت بها الخدمات البريدية السريعة. كما تم تحديث سائر المؤسسات القضائية والتنموية والإدارية بالولاية لتساير متطلباتها المتزايدة. إسكي بلد الأفلاج ذات المياه العذبة التي تشق رياضها الخضراء اليانعة، فشعارها فلج ونخلة، بها ما لا يقل عن 60 فلجا أشهرها فلج الملكي، ويصنف بين أكبر الأفلاج في عمان. ورد في كتب التاريخ أن الذي أنشأه هو مالك بن فهم، لذا سمي باسمه. الإنسان العماني يحافظ على الدوام على نظام الأفلاج البديع الذي تفنن في صناعته وإخراج مياهه منذ قديم الزمان. كما تحظى شبكة الأفلاج التي تقدر 4000 فلج في الأراضي العمانية باهتمام الحكومة الرشيدة التي وضعت خطة دقيقة لصيانتها وإصلاحها، محافظة على هذه الثروة الجيدة من المياه.
وقد ساعدت وفرة المياه على تطور الزراعة بالولاية واعتبارها المهنة الرئيسية. بذلك يجد مركز تجميع التمور بإسكي، وهو أحد فروع الهيئة العامة لتسويق المنتجات الزراعية بالولايات، حاصلات متنوعة من مزروعات الولاية لبيعها للمواطنين وتسويقها محليا. إن نظام تسويق المنتجات الزراعية في عمان هو نظام متطور للغاية. إن صناعة الحلوى في ذاتها ليست موضع تناول، ولكن الإشارة إليها كصناعة قديمة تعني أن الإنسان العماني منذ فجر التاريخ يسعى دائما لتأمين عيشه وما يلزمه في حياته. ومع هذا تتوفر صناعة الحلوى في إسكي، وتلك العناصر الكثيرة التي تدخل في تركيبتها وراء مذاقها المميز، وتقدم شهية بعد تزيينها في أوان جميلة في المناسبات كما تباع في الأسواق. الفلكلور العماني بالولاية قناة متواصلة توارثها الأحفاد عن الأجداد، وصورة من صور العادات العمانية الراسخة على مر التاريخ. ففي الأفراح والأعياد الوطنية وحين اللقاء بجلالة القائد، يعبر المواطنون عن سرورهم بفنهم الأصيل. إسكي موطن الأفلاج والنخيل والتراث والنهضة، تشهد ازدهارا متصلا وتنمية متصاعدة في ظل قائد النهضة العمانية ومفجر ينابعها، جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم